السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا من جديد. غنشوفوا اليوم واحد التمرين مقترح طرف بعض التلاميذ، لأن هذا الكتاب ديال المفيد. التمرين رقم 72 صفحة 57، 72 صفحة 57. نص التمرين: لتكون أو بي و سي أعداد حقيقية موجبة قطعا، موجبة قطعا زعما تخالف صفر وهي موجبة في نفس الوقت. بين أن أ زائد واحد على أ ناقص جوج يساوي بين قوسين جذر مربع أ ناقص واحد على جذر مربع أ الكل مربع. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: استنتج أن من خلال زعما السؤال الأول أ زائد بي زائد سي زائد واحد على أ زائد واحد على بي زائد واحد على سي أكبر أو يساوي ستة. إذا غنبدأ على بركة الله. نصحح تمرين رقم 72 صفحة 57. إذا مع السؤال الأول، إذا كنعرف بأن أ بي و سي أعداد حقيقية موجبة قطعا، إذا كيفاش غنقدر نديرها؟ نديرها بحال هكا: أ أكبر أو يساوي صفر، بي أكبر أو يساوي صفر، و سي أكبر أو يساوي صفر. هذه موجبة قطعا. مزيان. إذا أشنو طلبوا منا؟ طلبوا منا باش نبينو أ زائد واحد على أ ناقص جوج يساوي هذيك المتطابقة. إذا حنا أنا نبدا بالمتطابقة، ندير جذر مربع. تكون هنا لدينا جذر مربع ناقص واحد على جذر مربع، عندي الحق نديرو الكل مربع، غنشرح خصنا نلقى هذاك التعبير اللي عطاني. إذا هذه مربع ناقص جوج هذه في هذه زائد هذه مربع. مزيان. اذا هذه مربع شحال هي أ ناقص هذا، غنقدر نختزل مع هذا، كيبقى لي ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج زائد هذا البسط على هذا المقام الكل مربع. الواحد مربع كتبقى هي واحد، وجد مربع أ مربع ركنا شفناها هي أ. اذا هي أ، نقدر نغير الترتيب ديال الحدود اللي عندي. هذا نقدر ندير وتن وهذه نجيب عينيا. إذا هذاك الشيء اللي طلبوا مني، هذا الشيء اللي طلبوا مني، ومنه واحد زائد واحد على أ باغو أ زائد واحد على أ ناقص جوج يساوي جذر مربع أ ناقص واحد على مربع أ الكل مربع. مزيان. إذا السؤال الثاني خصنا نخدموه من السؤال الأول، إذا نستنتج أون ديدوير، نستنتج من خلال السؤال الأول. إذا شنو عندنا؟ عندنا هذه هذا نخدمو بها. لدينا أ زائد واحد على أ ناقص جوج يساوي جذر مربع أ ناقص واحد على جذر مربع أ الكل مربع. مزيان. أش كنعرفو على المربع؟ هو موجب قطعا. جذر مربع أ ناقص واحد على جذر مربع أ الكل مربع أكبر أو يساوي صفر. يساوي صفر هنا جذر مربع، نعم نقدر نقول أكبر أو يساوي صفر هنا. هنا أ يساوي صفر هنا. و جذر مربع ب ناقص واحد على جذر مربع ب الكل مربع حتى هي أكبر ويساوي صفر. و جذر مربع س ناقص واحد على جذر مربع س الكل مربع أكبر أو يساوي صفر. إذا هذه موجبة وهذه موجبة وهذه موجبة. هذه شنو هي؟ كنا لقينا على حسب السؤال الأول هي هذه. إذا أ زائد واحد على أ ناقص جوج أكبر أو يساوي صفر، لأن هذه هي هذه. مادام هذه موجبة إذا هذه موجبة. و ب زائد واحد على ب ناقص جوج أكبر أو يساوي صفر، و س زائد واحد على س ناقص جوج أكبر أو يساوي صفر. أي هاد ناقص جوج غندير الطرف الآخر، غتقول هادي أ زائد واحد على أ أكبر أو يساوي جوج، ب زائد واحد على ب أكبر أو يساوي جوج، س زائد واحد على س أكبر أو يساوي جوج. إذا غنزيد طرف بطرف، غنزيد هذا زائد هذا زائد هذا أكبر أم يساوي جوج زائد جوج زائد جوج. إذا هاد الشيء راك مشتو في سميتو في الخاصية ديال الترتيب في الدرس. أ أكبر من ب، و س أكبر من د، و أ مثلا أكبر من أف. إذا أ زائد ب زائد س أكبر من أكبر من ب زائد د زائد أ. داكور.
ومنه وندير هذه زائد هذه زائد هذه أ زائد واحد على أ زائد ب زائد واحد على ب زائد سي زائد واحد على سي أكبر أو يساوي جوج زائد جوج زائد جوج اللي هي ستة. ها ستة بنت. إذا هنا خص غنرتب غير الحدود ديالي وصافي. إذا أ زائد ب زائد سي كما عطاوها ليا زائد واحد على أ زائد واحد على ب زائد واحد على سي أكبر أو يساوي ستة. داكور. إذا كنتمنى هاد التمرين غيعجبكم وغتستافد منه. شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله.